بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يسعدني ويشرفني أن أقدم لكم وعلى الهواء مباشرة أخيكم مصطفى أحمد عرفة، مادة الكيمياء، كبير معلمين بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بيروت، محافظة أسيوط. أشكر الله سبحانه وتعالى أولا على أن أعطاني هذه الفرصة لكي أتقابل مع الطلاب على مستوى الجمهورية مباشرة، كما أشكر السيادة القائمين على قناة الصحة والجمال. يسعدنا أن نقدم الحلقة الأولى من برنامج الكيميائي، والذي سيتناول كل حصة يوم الخميس إن شاء الله الساعة 9 صباحا، قناة الصحة والجمال كل يوم خميس الساعة 9 صباحا. طبعا ظهر في الأيام الأخيرة لمعظم أبنائنا الطلبة مشكلة، وهي التحويل من القسم العلمي إلى القسم الأدبي. معظم طلاب الصف الأول الثانوي بعد ظهور النتيجة بيتحولوا إلى القسم الأدبي. لماذا؟ قالوا بسبب مادتي الفيزياء والكيمياء. فما سبب ذلك؟ الفيزياء بسبب الرياضة، فمعظم الشعب المصري للأسف ضعيف في الرياضة. طب والكيمياء؟ قالوا بسبب الرموز والمعادلات، ونحط خط على المعادلات. فأنا جاي مخصوص لكي أبسط وكيفية تقديم مادة الكيمياء بطريقة بسيطة وسهلة جدا جدا، وبدون فزلقة وبدون تعقيدات. فهي معنا لجميع الطلاب تحضير ورقة وقلم أو كشكول، ونستعد لمعرفة القواعد الهامة والبسيطة لفهم مادة الكيمياء وليس لحفظها. تحاول تفهم المادة في الأول تتلقاها تافهة جدا جدا، لكن حفظ فقط فعلا هو ده الصعب. فيلا بينا نستعد وربنا يكرمكم. هنبدأ بقواعد كيميائية. قواعد كيميائية، طيب، قواعد كيميائية. أول قاعدة وهي تكافؤات العناصر المشهورة في مركباتها، ونحط خط على كلمة مركباتها. لماذا؟ لأن احنا ولفنا نقول تكافؤ الصوديوم أحادي، ولكن الصح تكافؤ الصوديوم في مركباته. ما نقولش تكافؤ الصوديوم أحادي، تكافؤ الصوديوم بيساوي صفر. تكافؤ الكلور في مركباته أحادي، ما نقولش تكافؤ الكلور بأحادي، لا، تكافؤ الكلور لوحده يساوي صفر. العنصر المفرد ليس له تكافؤ. أمال متى يظهر التكافؤ؟ في حالة وجود مركب، إن عنصر بيفقد وعنصر آخر بيكتسب. بدليل لما نقول صوديوم زائد كلور ماذا يحدث؟ نشرح يعني صوديوم، نقول 11 دي، يبقى ال 11 ديات موجب جوه النواة و11 سالب براها، 2 8 1، يبقى لسه ولا فقد ولا اكتسب. الكلور عدد الذرة 17، 17 موجب جوه النواة 17 سالب براها، يبقى لسه ولا فقد ولا اكتسب. يبقى اذا متى يظهر التكافؤ بقى؟ بعد كتابة المعادلة يطلع المركب ده. ولفنا نقول موجب سالب،
ولفنا. ايه التوليفه دي بقى؟ ان الصوديوم هنا بقى 11 زي ما هو، بس الموجب 2.8، السالب بقى 2.8، يبقى في فرق واحد، الواحد ده ايه موجب، فنقول فقط ده، فنقول موجب واحد. الكلور سائل، الكلور سالب. ليه؟ لان بعد ما اكتسب اصبح داخل النواة 17 وبره 18، 2.88 بيجي سالب فعلا، يبقى سالب واحد. يبقى اذا التكافؤ بيظهر متى؟ في المركبات. يبقى اذا نقول كلنا مع بعض، قل ولا تقل. قل تكافؤ الصوديوم في مركباته احادي، ولا تقل تكافؤ الصوديوم احادي. يبقى لازم نضيف كلمة في مركباته. قل ولا تقل تكافؤ الكلور في مركباته احادي، ولا تقل تكافؤ الكلور احادي. لسه في غلطة برضو. حجة نقول مع بعض تكافؤ الصوديوم في مركباته احادي وبالموجب، تكافؤ الكلور في مركباته احادي وبالسالب. لماذا؟ لأن لو قلنا تكافؤ الكلور احادي وتكافؤ الصوديوم احادي، ايه الفرق؟ ما عرفناش الفرق. لكن لما قلت تكافؤ الصوديوم في مركباته احادي وبالموجب، عرفنا ان الصوديوم فقد واحد وتحول الى ايون موجب، يبقى حصل تغيير في الذره وليس الذره نفسها. كذلك ايضا نقول تكافؤ الكلور في مركباته احادي وبالسالب، ما نقولش احادي بس، ان بالسالب معناه اكتسب الكترون وتحول الى ايون سالب. يبقى اذا نرجع مره اخرى لموضوعنا ونقول بقى تكافؤ العناصر في مركباتها، او ممكن نقول تكافؤات ايونات العناصر، ينفع تكافؤات ايونات العناصر. ماشي. طيب في عناصر احاديه التكافؤ، عناصر ايوناتها احاديه. كل سنه المدرس يعمل جدول وينال للطلبه العناصر الاحاديه، الطلبه تحفظ وتنسى، تحفظ وتنسى. فاحنا عايزين طريقه بسيطه نوصل بيها المعلومه للطالب، فكل يكتب جمعت في الجملة الآتية، جمعت في الجملة الآتية بوص بريد كلفنحوز، بوص بريد كلفنحوز. نحفظها في سورة غنيوة، غنيوة تافهة زي الأغاني التافهة بتاعت الشباب اليومين دول، بس دي غنيوة تفيدنا. الأغاني التافهة بتاعت الشباب مش مفيدة، لكن دي غنيوة علمية بسيطة تفهم بيها أشهر العناصر. إزاي؟ يلا نترجم. بوس يعني بوتاسيوم وصوديوم، بوتاسيوم وصوديوم. بارد بر يعني بروم، يد يعني هيدروجين. كلفنحوز، كل يعني كلور، فيه يعني فضة، نح يعني نحاس، بس النحاس في نوعين، في نحاسوز آخر وز يا وز، وفي نحاسيك آخر يك، فالآخر وز يا وز يبقى هو أحادي، يبقى نحاسوز. يبقى بوص بوتاسيوم وصوديوم، بارد بروم وهيدروجين، كلفنحوز كل يعني كلور، فيه يعني فضة، نح يعني نحاس، يبقى كلمة نحوز على بعضيها يعني نحاسوز. طيب يبقى البوتاسيوم رمزه ك، والصوديوم ان ايه، البروم بي ار، الهيدروجين اتش، الكلور سي ال، الفضه اي جي، النحاس يو. ماذا ايضا؟ لازم نكتب عليهم تكافؤهم احادي بالموجب، احادي بالموجب، احادي وبالسالب، احادي بالموجب، سالب، موجب، موجب. يبقى كده بينا فيهم التكافؤات بتاعتهم متى وهتنسوا في مركباتهم. طيب انا سامع كده بنات بتغمز، قول ما في عناصر تانية يا استاذ. صح. يبقى اذا لو احنا بصينا كويس، البوتاسيوم والصوديوم دول خدناهم في منهج تانية ثانوي،
وهي عناصر المجموعة الأولى. يبقى لسه في ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، روبيديوم، سيزيوم، فرانسيوم، ماشي، بس دول المشهورين. كذلك أيضا عناصر الهالوجينات المجموعة السابعة، كلور، بروم، أيوة، في اتنين تاني اخوات، اليود أحادي وبالسالب، البروم، الفلور أحادي وبالسالب. يبقى إذن في عناصر أخرى برضو. كذلك أيضا في منهج تالتة ثانوي النحاس والفضة، النحاس والفضة في الباب الأول، عناصر العملة أحادية، نحاس وفضة والذهب، بس الذهب يميل أحيانا من معظم مرتباته بيبقى ثلاثي أكتر. يبقى إذن بالجملة البسيطة دياتي بوز بريد كلفة نحوز حفظنا سبع عناصر من غير ما نتعب، مش نعمل جدول نحفظ وننسى ونحفظ وننسى. فاحفظ الغنية دياتي مدى الحياة. ده بالنسبة لعناصر المجموعة الأولى. عناصر أيوناتها ثنائية، عناصر أيوناتها ثنائية، طبعا مستنيين الجملة، خلاص مش مستنيين الجدول، كل الطلبة مستنيين الجملة بتاعتها. جمعت في الجملة الآتية، جمعت في الجملة الآتية. الجملة بتقول منح، منح فعل ماضي مبني المجهول، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أخي، نائب فاعل مرفوع بالضمة المقدرة عليها. وأعتذر لمدرسين اللغة العربية وخاصة أخي ممدوح عرفة مدرس اللغة العربية، طبعا قاعد يسمعني دلوقتي فيقعد يتريق علي. طيب منح أخي هدية، أكيد هدية، إيه الهدية دي؟ حمار، الله، كبكبة، يلا نترجم. مو يعني منجنيز، النح النوع الثاني من النحاس، نحاسيك. ألف أكسجين، خ خرصين، ي زئبق، بس الزئبق زئبقي. الحمار ليه الحمار شديد؟ إن جواه حديد ومغنيسيوم ورصاص، كل ده جوا الحمار واحنا مش عارفين. طيب كب كابا، كب كبريت، كا كالسي، با باريوم. يبقى لو حفظنا الجملة دي يبقى حفظنا 11 عنصر ثنائي التكافؤ بطريقة مبسطة. منح أخي حمارا كب كابا. المنجنيز ام ان موجب اثنين، النحاس سي يو موجب اثنين، الاكسجين سالب اثنين، خرسين ذات ان موجب اثنين، زئبق اتش جي موجب اثنين، حديد موجب اثنين، ماغنيسيوم ام جي، رصاص بي بي، كبريت سالب اثنين، كالسيوم موجب اثنين، باريوم موجب اثنين. يبقى لو حفظنا الجملة دي حفظنا 11 عنصر ثنائي بطريقة بسيطة جدا. هنخش الآن على عناصر ثلاثية التكافؤ. عناصر ثلاثية التكافؤ، عناصر ثلاثية التكافؤ جمعت في الجملة الآتية، جمعت في الجملة الآتية. الجملة بتقول لوح فنت، لوح فنت، يلا نترجم. لوح يعني ألمونيوم، الحاء النوع الثاني من الحديد، حديديك، فو فوسفور، نون نيتروجين، ت أنتيمون، يلا نترجم. ألمونيوم أل ثلاثي التكافؤ بالموجب، حديد ثلاثي، الفسفور ثلاثي وبالسالب، النيتروجين ثلاثي وبالسالب، الانتيمون ثلاثي بالموجب. يبقى اذا عايزين نحفظ الثلاث جمل دول، بوز بريد كلفة نحوز، منح اخي حمار كبكابة، لوح فنط، عايزين نحفظهم مدى الحياة مش السنة دي بس. ليه؟ ان للاسف الشديد الطالب هياخد دول وينساهم، لكن لو حفظهم مدى الحياة بعد ان شاء الله ما يكبر
ويتجوز ويخلف، ولده هيوصل لخمسة ابتدائي، ساعتها يسأله يا بابا تكافؤ الصوديوم ايه؟ يقول قول روح روح اسأل أمك. ايه هو ده؟ يا ماما تكافؤ الصوديوم ايه؟ غور غور روح اسال، روح اسال المدرس. ايه ده ايه ده؟ ابانا وامهاتنا في البيوت مش عارفين تكافؤ الصوديوم، حاجه تكسف. فلازم لازم نحافظ ابنائنا على الاغاني دي بدل الاغاني المعفنه اللي بيسمعوها. بوز بريد كلفا نحوز منحى اخي حمار الكبكابه لحفن. يلا بينا بالنسبه للمنهج هنعمل بها الكلام ده، ده الكلام المهم بعد ما نحفظ الجمل الثلاثه. يلا بينا. يلا كده كلنا شطار، هنقول أمثلة. عايزين نكتب رمز أكسيد الصوديوم، هتلاقي في الكتب ممكن يجيلك أخطر. كتاب كاتب NaO Na2O NaO2 Na2O2، يا ترى مين فيهم؟ فهذه مشكلة الطلبة لما حافظين مش عارفين للأسف الشديد. لكن لو أنت حافظ الجمل الثلاثة، أتاري عنصر لما يتفاعل مع عنصر نبدل التكافؤات، فتقول صوديوم إن إيه أكسجين أو، ثم تبدل التكافؤات. إزاي يا أستاذ نسينا؟ لا ما احنا نكون حافظين الأغنية بقى، لو بوز بريد كلفن حوت، يبقى الصوديوم في كلمة بوز يبقى تكافؤ أحادي. الواحد راح تحت اكسجين بس ما تتكتبش، الاكسجين في كلمة اخي تكافؤ ثنائي، يبقى الاثنين تروح تحت الصوديوم، يبقى اذا الاجابة بس، يبقى حرام حرام تضيع درجة عليك في الامتحان، كلام فاضي. يبقى لو حفظت الغنية توصل الاجابة من غير تعب. مش كل سنة نعمل جدول ونحفظ، نعمل جدول ونحفظ ليه؟ ما في حياة حلوة لو بسيطة. يبقى ده اول مثال خلاص. يبقى عملنا ايه؟ بنكتب العنصرين جنب بعض ثم نبدل التكافؤات. الصوديوم تكافؤ احادي، الواحد تروح تحت اكسجين بس ما تتكتبش، الاكسجين تكافؤ ثنائي، الاثنين اهي. يا مسهل. عايزين رمز اكسيد الالومنيوم، اكسيد الالومنيوم، الالومنيوم ال، الاكسجين او، نبدل التكافؤات. يلا الالومنيوم في كلمه لوح فونت تكافؤ ثلاثي، ابعتها لي تحت الاكسجين، الاكسجين تكافؤ ثنائي، ابعتها لي تحت الالومنيوم. اي رمز غير كده يبقى غلط. عايزين رمز كلوريد كالسيوم، كلوريد كالسيوم، كالسيوم سي اي، الكلور سي ال. يلا بدل تكافؤ الكالسيوم في كلمة كب كابا ثنائي، يبقى الاثنين تروح تحت الكلور، الكلور في كلمة كلفن حوز احادي، الواحد ما كتبش كده خلصت. عايزين رمز كمثلا اكسيد مغنيسيوم، ام جي او. يلا ندز دور مغنيسيوم في كلمة ما كب كابل له بريد منح اخي حمار، اه في كلمة حمار، يبقى تكافؤ ثنائي، الاكسجين في كلمة اخي برضه ثنائي، اه ثنائي مع ثنائي بالقسم على اثنين، يبقى ما نحطش ارقام. فيلا كلنا نكتب ملحوظة، ملحوظة في حالة تساوي التكافؤات، في حالة تساوي التكافؤات لا تكتب أرقام أسفل الرمز، في حالة تساوي التكافؤات لا تكتب أرقام أسفل الرمز. ثنائي مع ثنائي، ثلاثي مع ثلاثي، أحادي مع أحادي، ما فيش أرقام تتكتب. دي القاعدة الأولى. قبل ما أسيبها في ناس بتسأل، لما جيت كتبت الصوديوم والاكسجين، يعني كتبت الصوديوم في الاول والاكسجين ورا، كتبت الكالسيوم في الاول والكلور ورا، ما ينفعش العكس؟ لا ما ينفعش، لازم الفلز يكتب اولا، فاكتبوها مع الملاحظات. الملحوظه الثانيه، الفلزات تكتب اولا، الفلزات تكتب اولا ثم اللا فلزات. فالناس بتسال طب يعني ايه فلز؟ ما نسينا، فخدنا في ثانيه ثانوي ونسيناه، خدنا في ثانيه اعدادي. الفلزات هي عناصر تحتوي في مدارها الخارجي على عدد من الالكترونات اقل من اربعه. طب ما انا اقعد ارسم، مش عرفني فنسيت. ففي طريقه سهله، في
الفلزات لها بريق ولمعان. الفلزات لها بريق ولمعان. يبقى أي حاجة في العالم بتلمع تاخد الفلز، مش عادة كيمياء ولا غلبة. بدليل آخر، الفلزات موجودة في حياتنا منذ بدء الخليقة. يبقى الواد أو البت لما بتتولد بتنزل بزوجها المزعج، و و و طب ازاي نسكتهم دول؟ نحط في حنكم سكاتة. يبقى أول حاجة تتحط في حنك الإنسان السكاتة، ليس لها بريق ولا لمعان، يبقى إذا لا فلز. يبقى أول حاجة تتحط في حنك الإنسان لما يتولد لا فلزات. بنشربوه لبن، اللبن لا فلز. في السبوع يعملوا الأسبوع وحطوه في الغربال وغربلوه، الغربال لا فلز. الهون فلز، اسمع كلام أمك ما تسمعش كلام أبوك. الواد جوا الغربال يعمل لهم كده، يعني مش هسمع، البنت تعمل لهم كده. عشان كده تلاقي الأم بتكره الواد وتحب البنت، علشان لما عمل لك كده جوا الغربال قال له خلي أبوك ينفعك. تروح جايب البنت خاتم والواد ما تسألش فيه، فالخاتم فلز. تجيب البنت سلسلة والواد ما تسألش فيه، السلسلة فلز. تجيب البنت حلق والواد ما تسألش فيه، يبقى كده عرفنا الفلزات بطريقة مبسطة من غير فزلقة ولا وجع دماغ. خلصنا من دي. في ملحوظة تاني لسه برضه، أنت بتقول النحاس أحادي وفي نحاس ثنائي، إزاي نعرفهم من بعض؟ في حديد ثنائي وفي حديد ثلاثي، إزاي نعرفهم من بعض؟ يلا نشوف. فمثلا رمز زي كده، هل هناك فرق بين الرمز ده والرمز ده؟ أكيد فيه. نشوف مع بعض، ده أكسيد نحاس. طب ما ده أكسيد نحاس، بس هتكونوا شطار بقى. حد يسألكم الاتنين دي بتاعت مين؟ بتاعت الأكسجين. يبقى كده النحاس أحادي، الواحد ما يتكتبش نقول وز يا وز، يبقى أكسيد نحاسوس. هنا الأكسجين ثنائي، يعني اتنين مش مكتوبة، يبقى أكيد النحاس ثنائي زي إيه؟ بالجسم على اتنين، يبقى تاني، يبقى الاتنين دي بتاعت مين؟ بتاعت الأكسجين. يبقى إذا النحاس ملوش رقم، ملوش، يبقى أحادي، الواحد يقول ما يتكتبش، فنقول أكسيد نحاسوس. هنا الأكسجين ثنائي، يعني الاتنين مش مكتوبة، يبقى أكيد النحاس ثنائي زي إيه؟ فالاتنين ما تتكتبش، يبقى ده أكسيد نحاسي. في الكتاب بقى بطل كلمة وز ويك، هتلاقي في الكتب مكتوب أكسيد نحاس شرطة واحدة، ده أكسيد نحاس شرطتين، أكسيد نحاس شرطتين. يا مسهل، هل هناك فرق بين الرمز ده والرمز ده؟ أيوة طبعا، ده كلوريد حديد. طب ما ده كلوريد حديد، بس التلاتة دي بتاعت مين؟ الاتنين دي بتاعت مين؟ بتاعت الحديد، فنقول وز. التلاتة دي يبقى في الكتابة تلاقيه كلوريد حديد شرطتين، يعني ثنائي، ده كلوريد حديد ثلاثي، كلوريد حديد ثلاثي. يا أبو سهل، دي كده القاعدة الأولى، ودي اللي كانت طلبة من سنينها، لأن كده بإذن الله لو كتبت الرمز صح يبقى المعادلة اللي انتوا خايفين منها جايها هكذا تبقى صح. إن أي رمز من دول نسيت تكتب خلاص، نسيت الاتنين دياتي يبقى المعادلة كلها غلط، نسيت التلاتة دي يبقى المعادلة كلها غلط، يبقى لازم تكتب الرمز صح. فدي القاعدة الأولى. نشوف القاعدة الثانية. القاعدة الثانية وهي المجموعات الذرية. يبقى ثانيا القاعدة الثانية، اكتب المجموعات الذرية. المجموعات الذرية دي ماشي قليلة، فنعملها بجد مش هعمل لها جمل. في مجموعات تكافؤها أحادية، أحادية التكافؤ، في ثنائية التكافؤ، في ثلاثية التكافؤ. فمثلا نلاقي كلمة هيدروكسيد، هيدروكسيد كاتب بالدال ينفع أو باللام ينفع، هيدروكسيل باللام ينفع، وهيدروكسيل أو اتش تكافؤها أحادي وبالسالب.
مجموعة النترات NO3 واحد ايه وبالسالب، منهج تالتة ثانوي الباب التاني نايتريت بالته. تفضل. الو، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. ايوه السلام عليكم يا استاذ مصطفى. تفضل البوك. تفضل. بقول لحضرتك، هو احنا لازم نحفظ الرموز والجمل اللي حضرتك قلتها وتنفعنا في المادة كلها على لا طول؟ براحتك، احنا المهم دلوقتي بسطنا العناصر المشهورة، بسطنا العناصر المشهورة اللي بتيجي في معظم الكتاب والامتحانات، فدي طريقة مبسطة. لكن براحتك، ارجع اقول لك براحتك انت، انا عملت اللي عليا، طريقة مبسطة يعني جدا. من غير الجمل دي والرموز لا الرموز ده احنا كده. لازم، الرموز ده لازم، الكيمياء هي مرموز، والطلبة خايفة من الكيمياء ليه؟ عشان الرموز، الرموز لازم تتحفظ، فدي الطريقة المبسطة بتاعتها. اتفضل. طيب ربنا يوفق حضرتك. اتفضل، شكرا. مرة أخرى، يلا. نترات NO3 واحد بالسالب وحدية بالسالب، نيتريت NO2. مالك تالتة ثانوي، البيكربونات، البيكربونات HCO3 وحدية وبالسالب. بعد كده في مجموعة السيانيد CN وحدية وبالسالب. في مجموعة برمنجانات، برمنجانات MnO4 وحدية وبالسالب. المجموعة الوحيدة المجابة مجموعة الأمونيوم، مجموعة الأمونيوم NH4 موجب. الثنائية زي الكبريتات، الكبريتات SO4 ثنائية وبالسالب، الكبريتيت بالته SO3 ثنائية وبالسالب، ثايو كبريتات S2O3 ثنائية وبالسالب، البيكربونات توحشنا البي تبقى الكربونات CO3 ثنائية وبالسالب، مجموعة الكرومات CrO4 ثنائية وبالسالب، وهكذا. الثلاثية زي مجموعة الفوسفات. تفضل. مداخلة تليفونية معانا، السلام مداخلة عليكم. تليفونية. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ زي الحال أستاذ هشام. معاك هشام مصطفى، ازيك يا صوتك باشا؟ واضح زي الشمس، اللهم صل على النبي. منور يا ريس والله. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. زي حال، شرفت السعيد كله. ربنا يستر عليك، ربنا يكرمك. ربنا بالتوفيق يا حبيبي، ربنا بالتوفيق. يكرمك، بارك الله فيك، بارك الله ماشي، فيك. موفق يا حبيبي، موفق. اتفضل اتفضل. طيب بعد كده يلا بينا. مال المجموعات الذريه دي لما خدناها في تاني اعدادي كان ايه تعريفها؟ احنا مش عايزينه، بس بسرعه كده، كان عباره عن مجموعه من الذرات مرتبطه معا وتعمل عمل الذره الواحده، يعني كل ديات اي قوس يعجبك كانه ذره واحده ولا توجد منفرده في الطبيعه. يبقى شبهنا بحاجه بقى. يبقى العناصر اللي خدناها في الاول، أول قاعدة بشبهها بالولاد، بنشبهها بالأولاد. المجموعات بنشبهها بالبنات. معانا مداخلة تليفونية، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي الحال يا أستاذ مصطفى؟ زي الحال، الله يبارك فيك. أدام الله عليك الصحة والعافية إن شاء الله، ومتعك بالعلم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. الله يخليك. حضرتك ليه الجمل الجميلة اللي حضرتك بتقولها دياتي ما تتوضحش في كتاب الوزارة، يعني حتى يبقى حفظها سهل شوية، يعني الأحادي والثنائي والثلاثي يكون سهل شوية عن كده، الحمد لأن لله. بيبقى صعب في الكتاب الوزاري. الحمد لله، بارك الله فيك، بس على طريقة مبسطة. الله يعزك. ليه حتى الطالب يعني يستقبل المعلومة استقبال خفيف ويبقى إن شاء الله كده جميل يعني. ربنا يكرمهم جميعا ان شاء الله، بارك الله فيك. ان شاء الله، نسال الله باذن الله تعالى ان يكون يعني مخفف الشرح شويه في كتاب الوزاري، عشان يحببوا طلبه ماده الكيمياء بدل ما بيحس ان هم صعبه شويه. لا كده الجمل دي مش صعبه، دي بالعكس بتسهل لهم بطريقه مبسطه. ان شاء الله ربنا يوفق حضرتك. بارك الله فيك، اتفضل. شكرا. طيب وبين العناصر اللي بتشبهنا بالاولاد والمجموعات الذريه بتشبهنا بالبنات ازاي؟ ان انا بقول لاي واحده من دول لازم معاهم عنصر اخر، ما اقدرش اقول هيدروكسيد واسكت، اقول هيدروكسيد صوديوم مثلا، هيدروكسيد صوديوم مثلا. يبقى الصوديوم خدناه هنا، ممكن اقول صوديوم واسكت، ايوه.
ممكن اقول حديد واسكت. ايوه، فدي شبهناها بالولاد، ان البت تخاف تمشي لوحديها، بتين مع بعض يخافوا يمشوا مع بعضيهم، الف بت يخافوا يمشوا مع بعضيهم، لا تكون معاهم ولاد، اخوهم ابوهم. طبعا البنات زعلانين، خلاص ده الصح، المهم ما نزعلش خلاص، بس عشان نفهم. فالمجموعات الذريه دي لا يمكن، لا يمكن تبقى منفرده، ما اقدرش اقول هيدروكسيد واسكت، علشان الاولاد والبنات ما يزعلوش. بقى بدليل اخر نخش على اللغه العربيه، العناصر جمع تكسير، مفردها عنصر والعنصر مفرد مذكر، المجموعات جمع مؤنث سالم، مفردها مجموعه مفرد مؤنث. صدقت بقى ان دي ولاد ودي بنات، فلازم لازم المجموعه الذريه دي تكون مرتبطه بعنصر اخر، لازم، ما ينفعش اقول هيدروكسيد واسكت، يبقى لازم اقول هيدروكسيد صوديوم، ماشي، يبقى سمت مجموعه ذريه عشان كده. يلا بينا نشوف هنعمل بيها ايه. يلا نصحصح امثله. امثله، عايزين نكتب مثلا رمز كبريتات الالومنيوم. كبريتات الالومنيوم، الالومنيوم AL، الكبريتات SO4. لما نلاقي مجموعه ذريه لازم لازم نحطها بين قوسين، لازم. طب اعرف ازاي ان المركب به مجموعه ذريه؟ ان لما يكون عنصرين مع بعض خلاص، يبقى دول عنصرين مع بعض، دول تبدل التكافات بس، لكن اكتر من عنصرين، ثلاثه اربعه خمسه، تعرف ان هنا في مجموعه ذريه. الاولاني بس هو الواد والباقيين بنات، تحطه بين قوسين. طيب ثم نبدل التكافؤات، الالومنيوم تكافؤ ثلاثي، تبعت الثلاثه تحت الكبريتات. الالومنيوم تكافؤ ثنائي، تبقى الكبريتات تكافؤ ثنائي، تكتبها تحت الالومنيوم. ليه بقول موضوع القوس ده؟ لان للاسف واحنا بنصحح ناس كاتبه صح، الالومنيوم هو كبريتاتها، وقال الكبريتات الثنائيه مظبوطه، جه عند الالومنيوم الثلاثي عطلنا هنا، للاسف هياخد صفر والمعادله كلها تطلع غلط. يبقى في حاجات بسيطه جدا جدا بيهملها الطالب، ضاعت منه الدرجه، ضاعت على طول، ما فيهاش دلع. يبقى لازم مجموعه ذريه نحطها بين قوسين عشان ما نغلطش. عايزين مثلا نكتب رمز فوسفات كالسيوم. فوسفات كالسيوم، كالسيوم Ca، فوسفات BO4. في مجموعه ذريه، تحطها لنا بين قوسين. الكالسيوم تكافؤ ثنائي، تبعتها تحت الفوسفات. الفوسفات تكافؤ ثلاثي، تبعتها تحت الكالسيوم. يبقى كده الرمز صح. عايزين نكتب مثلا رمز هيدروكسيد مغنيسيوم. المغنيسيوم Mg، الهيدروكسيد OH، في مجموعة ذرية؟ أيوة فيه، تحطها بين قوسين. المغنيسيوم تكافؤ ثنائي، تبعتها تحت الهيدروكسيد. الهيدروكسيد أحادي الواحد، ما يتكتبش كده صح. عايزين نكتب رمز كبريتات. كبريتات مثلا الباريوم. الباريوم Ba، الكبريتات SO4، في مجموعة ذرية؟ حط بين قوسين. اجي ابدل التكافات بقى، الباريوم ثنائي، الكبريتات ثنائي، ما فيش ارقام هتتكتب. يبقى في هذه الحالة ممكن نحوش القوس، يبقى القوس يتحاش متى؟ لو مفيش ارقام هتتكتب. يبقى كده صح وكده صح. هذه القاعدة الثانية اللي عايزين نوصلها للطلبة. كده الرموز اظن ما عندكمش حجة، ان شاء الله تتكاتب مظبوط. يلا بقى كلنا نجهز نفسنا للقاعدة الثالثة، ودي هي اللي كانت مع عدد الطلبة. يا ترى ايه هي؟ القاعدة الثالثة اللي منتظرينها كل المفروض الصبر، وهي كيفية كتابة المعادلات بطريقة بسيطة. كيفية كتابة المعادلات بطريقة بسيطة جدا. طيب هنركز كده مع بعض. فمثلا هنلاقي لما نلاقي عنصر زائد عنصر يدينا مركب. فمثلا جالك صوديوم زائد اكسجين مثلا،
وادينا اكسيد صوديوم وقال لك اكتبها لنا بالرموز مثلا. طبعا في شروط وكلام ده مش مهم دلوقتي. الصوديوم ان ايه مش نكتبها تحت هنا، لا نكتبها هنا ان ايه زائد اكسجين او 2. بس قبل ما نكمل نصحصح الحته اللي جايه دي. هنا ماذا نلاحظ؟ تحت الصوديوم ما حطيناش رقم، تحت الاكسجين حطينا 2 يعني. فانا سامع واحد يقول لان الصوديوم احادي والاكسجين ثنائي. غلط غلط. احنا التكافؤ قلنا ما فيش عنصر مفرد، العنصر المفرد ليس له تكافؤ. ده عنصر مفرد ليس له تكافؤ، الاكسجين عنصر مفرد ليس له تكافؤ. امال ايه الواحد والاثنين دي؟ ان الصوديوم عنصر لكن الاكسجين غاز. فالغازات لازم تكتب في صورة جزيء. اكتب لي الملحوظة دي، ملحوظة الغازات توجد في صورة جزيء يتكون من ذرتين. الغازات توجد في صورة جزيء يتكون من ذرتين. الو تفضل، كلمة تفضل. الو. ايوه السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم يا استاذ. زي الحال؟ الحمد لله تمام. نورت الشاشه والله يا استاذ. تفضل بارك الله فيك. تفضل. ربنا يوفقك ويعينك ان شاء الله يا استاذ. ربنا يكرمك يا حبيبي. تفضل. يا رب ومن تقدم لتقدم ان شاء الله. ربنا يكرمك. تفضل تفضل. ربنا معك. شكرا شكرا شكرا. يبقى هنا الغازات توجد في صورة جزيئة تتكون من ذرتين زي مش كتار برضو مشهورين لكلنا، أكسجين هيدروجين نيتروجين والأربع أخوات كلور بروم يود فلور، يعني المشهورين ده. يبقى أول ما تلاقي واحد من دول لوحده في المعادلة لازم تحط تحت اثنين. أما بعد السهم بقى نصحصح، مالكش دعوة بأي رقم، مالناش دعوة بأي رقم بقى. تروح كاتب العنصرين في الأول بدون أرقام، مالكش دعوة بالأرقام من هنا خلاص. ثم نبدل التكافؤات. فالصوديوم تكافؤ أحادي، الواحد ما يكتبش. الأكسجين تكافؤ ثنائي، بالاتنين تتحط تحت الصوديوم. كده اتظبطت. في بقى للأسف واحنا بنصحح نلاقي ناس كاتبة لنا كده. إيه هو ده؟ قلنا قالوا منجز زي ما هم. غلط طبعا، غلط طبعا. أنا بقول لك ده عنصر مفرد ما بياخدش رقم. ده الأكسجين لأنه غاز بيتحط تحت اثنين. لكن بعد السهم مالكش دعوة بأي رقم هنا. بتكتب العنصرين في الأول بدون أرقام ثم تبدل التكافؤات. كتبت بدون أرقام في الأول أهو. ثم نبدل التكافؤات. فالصوديوم أحادي، الواحد ما كتبش، الأكسجين ثنائي. في حاجة بقى اسمها وزن. إيه الوزن؟ بس قبل ما نوزن لازم لازم تكون كاتب المعادلة صح. لكن المعادلة غلط خلاص يبقى الوزن مش لازمة، هتوزن غلط أكيد. يعني لو نسيت الاثنين دي المعادلة كلها ضاعت، المعادلة كلها. لو نسيت الاثنين دي المعادلة ضاعت، يبقى لازم تتأكد من كتابة المعادلة صحيحة في الأول. يلا بينا بعد كده نوزن. إيه نوزن دي؟ لازم حاجات اللي هنا تبقى زي اللي هنا. هنا واحدة صدم لكن هنا اثنين. أجيب القلم الرصاص وبخط صغير أضرب في اثنين. الأكسجين اثنين لكن هنا واحد. يبقى في فرق. في ناس بتضرب في نص، فبدل ما نضيع وقتنا ووقتك لا نظبط الاكسجين. ينفع النص بس نظبط احسن. نقول اثنين اكسجين، ما احطش اثنين هنا ولا اثنين هنا، ادي قدام مركب. اتفضل تليفون مسواج. اتفضل. الو. السلام عليكم. اتفضل. حضرتك يا استاذ مصطفى. اتفضل اتفضل. كنت عاوز اسال سؤال بس يا اشكال. اتفضل. هو حاجة الأكسجين أكسيد الصوديوم. أيوه. يعني أنا في السنة الأولى إعدادي عندي أنا أكسجين الصوديوم. أيوه. تكافؤه بيلخبطني في يعني مثلا على بوزعهم مثلا. ممكن ما قلنا بالتوزيع بس أنا بديك طريقة سهلة. توزع الصوديوم تلاقيه واحد آخر واحد، يبقى يفقد واحد. توزع الأكسجين تلاقيه آخر اثنين، يبقى ثنائي. بس تبدل التكافؤات. تبدل. الصوديوم واحد. تمام. تروح كاتبها تحت الاكسجين، بالواحد ما يكتبش. الاكسجين تبقى اخر اثنين، يبقى تاخد الاثنين دي وتحطها تحت الصوديوم. ماشي ينفع. اتفضل. بعد كده نرجع تاني يلا، يبقى الوزن تاني يلا، وقفنا عند الوزن احنا. يعني يلا هنا اثنين صوديوم هنا واحد، كتبت اثنين بخط صغير خد بالك.
بالرصاص اكسجين 2 هنا 1، فاجي قدام الرمز ده واضرب في 2، الاثنين تضرب هنا وهنا، 2 في 2 ب 4 صوديوم، ترش بالرصاص اللي انت عامله ده وتروح كاتب 4، 2 اكسجين كده تمام، وعدت المعادلة بسهولة جدا بدون تعقيد ولا فزلكة. طيب نمرة 2، مثال آخر، مثلا بوتاسيوم زائد كلور يدينا كلوريد بوتاسيوم. كلوريد بوتاسيوم، بوتاسيوم ك، كلور سي ال، ايوه ايوه في واحد يقول بيمليني تحتيها 2، اجابه صحيحه، عرفنا الاثنين دي تحتيها لانه غير، لكن بعد السه ما نجاوب اي رقم، تكتب عنصرين جنب بعض في الاول ثم نبدل التكافؤات، البوتاسيوم وحادي الواحد ما يتكتبش، الكلور وحادي ما يتكتبش، كويس وكده المعادله اتكتبت صح. خش على الوزن، واحده بوتاسيوم واحده بوتاسيوم، 2 كلور هنا 2 هنا 1، يبقى خلاص عرفنا نعمل ايه، نضرب المركب ده في 2، الاثنين تتضرب هنا وتتضرب هنا، 2 بوتاسيوم هنا 1، يبقى اجيب قلم رصاص واكتب 2، 2 كلور هنا 2، خلاص كده مظبوطه، يبقى نزهق على القلم ونقول 2 بوتاسيوم، كده اتظبطت. الومنيوم زائد اكسجين مثلا يدينا اكسيد الومنيوم، هنا الالومنيوم ال، الاكسجين او بس غاز، بعد الساعه نيجي نركب بينهم بدون ارقام في الاول ثم نبدل التكافؤات، الالومنيوم تكافؤ ثلاثي ابعد الثلاثه تحت الاكسجين، الاكسجين تكافؤ ثنائي ابعد الاثنين تحت الالومنيوم، كده مظبوطه، كده المعادله اتكتبت صح. خش على الوزن، 2 الومنيوم هنا 1، اجرب بقلم رصاص واكتب 2، 3 اكسجين لكن هنا 2، في مشكله وزن. دي قدامك حلين، الحل الاول تدور على الاكسجين المفرد وتضربه في رقم مجوز، تدور على الاكسجين المفرد وتضربه في اصغر رقم مجوز، الاثنين دي تتضرب هنا وهنا، 2 في 2 ب 4 الومنيوم، يبقى حش الاثنين دي واكتب 4، 2 في 3 ب 6 دي 2، يبقى اضرب في 3، دي طريقة. أقولها تاني، يبقى دلوقتي 2 الومنيوم، دلوقتي المعدل المهم تتكتب صح في الأول، 2 واحدة الومنيوم هنا 2، فكتبت بالقلم رصاص 2، 2 اكسجين لكن دول 3، فدور على المفرد. اتفضل ماشي، يبقى 3 دي اروح ضارب في 2، الاثنين دي ضرب هنا وهنا، 2 في 2 ب 4، يبقى قدام الالومنيوم واضرب في 4، 2 في 3 ب 6 يبقى اضرب في 3، او حل اخر الومنيوم زائد اكسجين يدينا اكسيد الومنيوم، بعد كده لحظه بس خلاص دي 3 2، بعد كده الطريقه الثانيه هنا 2 الومنيوم، هنا قلت احط 2 بالرصاص، 3 هنا 2، اعمل ايه؟ تبدل تجيب الثلاثة دي تبقى زي هنا، والاثنين تبقى زي هنا، 2 في 2 ب 4 يبقى 4، 6 6 كده مظبوط. كده معادنا انتهى، نقوم وان شاء الله لنا لقاء في الخميس القادم، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.